السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المتابعين. ويا ترى مين هياخد بطولة الدوري العام؟ النهاردة آخر ماتش للأهلي في مؤجلاته مع وادي دجلة، لو كسب هتبدأ لعبة الكراسي الموسيقية ما بين الأهلي والزمالك، كل فريق عنده 7 ماتشات، اللي هيقدر ياخد 21 نقطة هو اللي هيفوز بالدوري، يعني بيدي لا بيد عمرو. كل فرقة هتقدر تحافظ على قوامها وتكسب ماتشاتها هتوصل للعدد النهائي من النقاط. إذا كل فريق كسب ال7 ماتشات هيتساووا، وبعدين نشوف إيه اللي هيحصل مع اللائحة وعذاب اللائحة. الكابتن شوقي غريب وبعد ما البرازيل كسبتنا قال لك إيه؟ قال لك البرازيل هتوصل للنهائي وتاخد البطولة، وإحنا خسرنا منها 1 بس. هنقول له يا كابتن شوقي ما هي أسبانيا معرفتش تكسبنا ووصلت برضه للنهائي، معنى كده ان روح مصر في النهائي. الفريقين اللي معرفوش يعملوا حاجة مع مصر وصلوا النهائي. وابطال كرة اليد فريق رجالة، فريق عظيم، قدر ان هو يكسب المانيا ويوصل للدور قبل النهائي وهيلاعب فرنسا. نتمنى يكسب فرنسا ويوصل للمباراة النهائية ويلعب على الذهب. اول فرقة عربية وافريقية وصلت لدور الـ4، حارس عظيم، لعيبة مش عايز أعدهم، كلهم رجالة وعلى قلب راجل واحد. مبروك لكرة اليد المصرية، وإن شاء الله يا رب ربنا يكرمنا بميدالية وتكون ذهبية. أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من باصي للشباسي. النهاردة المباراة المرتقبة نهاية مؤجلات النادي الأهلي، ماتش وادي دجلة. الماتش ده لو الاهلي كسبه خلاص اتساوى في الرصيد مع الزمالك 61 نقطة، وهتبدأ زي ما بقول لعبة الكراسي الموسيقية، الكل بيلف حوالين الكرسي واللي هيقعد في الاخر هو اللي هيكسب. اللي هيكسب ال7 ماتشات المؤجلة خلاص بقى في القمة. يا ترى الاتنين لو اتساووا، هنرجع لموضوع اللائحة الشائكة من اتحاد الكورة ونشوف ايه اللي هيحصل. لكن اي فريق هيفقد نقطة او نقطتين او 3 نقاط خلاص ضاع عليه الدوري. دي وجهة نظر الشخصية. يعني النهاردة الاهلي لو كسب خلاص ضغط، بدأ يضغط على الزمالك فعليا، وشفنا من ايام بداية الحرب النفسية ما بين الناديين. الاهلي لو كسب بقى 7 ماتشات و7 ماتشات لكل فريق، كل واحد بايده، كل واحد مصيره في ايده. اللي هيكسب ال7 ماتشات زي ما قلت هو اللي هياخد الايه العلامة الكاملة وياخد البطولة. الاهلي ووادي دجلة النهاردة، الاهلي لعب وادي دجلة 17 مرة، كسبها في 12 وخسر مرة وحيدة وتعادل 4 مباريات، له من الاهداف 21 وعليه 4 اهداف بس. ماتش النهاردة هو عنق الزجاجة بالنسبة للنادي الأهلي عشان يوصل للنقطة 61 ويعادل الزمالك ويبدأ يلعب على البطولة. النهاردة بيغيب عن النادي الأهلي لعيبة كتير، أهمها بدر بنون وأيمن أشرف وسداسي المنتخب الأولمبي. يا ترى التشكيل المتوقع للنادي الأهلي مين؟ علي لطفي في حراسة المرمى، محمد هاني باك يمين، 2 مساكين رامي ربيعة وياسر إبراهيم، وباك شمال علي معلول. في نص الملعب هيلعب بديانج والسولية، على اليمين حسين الشحات وعلى الشمال كهربا ومحمد مجدي قفشة ومحمد شريف. ده التشكيل المتوقع اللي يبدأ به موسيماني. موسيماني اللي يهمه النهاردة ال3 بونت، بأي طريقة يلعب على انه يحرز ال3 بونت عشان يكمل مسيرته في الحفاظ على الدوري. يا ترى النهاردة التشكيل ده واللعيبة هتخدم النادي الاهلي، خصوصا بعد الدعم الكبير من مجلس ادارة النادي الاهلي والكابتن محمود الخطيب بحضور معظم التدريبات والمباريات كلها. بطولة الدوري بالنسبة للنادي الاهلي هي استكمال للروح وعودتها بعد الحصول على البطولة الافريقية. الاهلي رجع تاني لمنصات التتويج الافريقية بمرتين متتاليين، مش عايز برضو يفرط في البطولة المحببة ليه. يا ترى هيكون لنادي الزمالك رأي تاني ويبدأ يكون عامل ضغط ويفوز في كل مباراة في المباريات الجاية، وخصوصا خلاص الأهلي رجع هيبدأ يلعب مبارياته
والزمالك هيبدأ بعد فترة راحة، يا ترى الفترة الراحة دي السلبية اللي كان فيها لاعبي نادي الزمالك، وخصوصا ان هما بعد المباراة الودية مع بيها البحيرة اللي كسبوها 7-0، يا ترى بقى اللعيبة راجعة لفورمتها وهترجع هتاخد حساسية المباريات، ولا هيبقى في مشاكل في اول الماتشات؟ احنا زي ما احنا عارفين الاهلي مكمل من بطولة افريقيا ورجع لعب المؤجلات، لكن الزمالك في فترة راحة، يا ترى فترة الراحة دي هتأثر بالسلب ولا الإيجاب على لعيبة نادي الزمالك؟ ونرجع للمنتخب المصري الأولمبي والكابتن شوقي غريب، واللي قال ما تزعلوش، قال لنا ما تزعلوش عشان احنا خسرنا من البرازيل 1-0 بس، وإن البرازيل أقوى فريق وكان ممكن تحط فينا التاني ولا حاجة، لكن الحمد لله طلعنا 1-0 بس يا كابتن شوقي، والبرازيل هتوصل للنهائي وهتاخد البطولة، وإيه المشكلة أما نتغلب من اللي واخد البطولة 1-0؟ المشكلة مش في ان احنا اتغلبنا 1-0 بس يا كابتن، والله المشكلة ان احنا ما عملناش اي اداء ولا لعب ولا اي حاجة، وسمعتنا في الكورة او في العالم كله ان احنا فرقة دفاعية، ولولا الشناوي علينا كان زمان الله يرحمنا من بدري. لو افكرك بالارقام اللي دخلت في حراس المرمى بتوعنا زمان في نادر السيد ولا احمد الشناوي نخلينا ساكتين ونقول الحمد لله ان انت خدت الشناوي. المباراة ما بين اسبانيا والبرازيل في النهائي، اسبانيا فازت على اليابان 2-1، والبرازيل كسبت المكسيك بركلات الترجيح ووصلت للمباراة النهائية. نتمنى نشوف مباراة ممتعة ونستمتع فيها بنهائي طوكيو. ونتكلم عن المنتخب اللي مفرحنا، منتخب كرة اليد او رجالة كرة اليد. يعني الناس دي بأقل الإمكانيات وما عندهاش المبالغ اللي بياخدها لعيبة الكرة، لكن رافعين راس مصر دايما سواء في كأس العالم او في الاولمبياد. اول فريق عربي وافريقي يوصل للمربع الذهبي، وان شاء الله ربنا يكرم كده ونكسب ايه فرنسا ونوصل للمباراة النهائية ونلعب على الذهب ان شاء الله. جيل يستاهل، لعيبة تستاهل، ما شاء الله عليهم، احمد الاحمر، علي زين، كاتونجا اللي كان امبارح اسد وما شاء الله عليه حامي عرين المنتخب، ولاعيبة كتير، احمد هشام سند، مش عايز انسى حد يعني، لكن اللعيبة دي هي اللي تستاهل نتكلم عنها والله. لعيبة كرة القدم اللي زلنا وعاملين نتائج سلبية، يعني انا بقترح حتى على اتحاد الكرة مش يتعلم من اتحاد اليد، لا يعمل نسبة من عقود لعيبة القدم يدوها للاعيبة كرة اليد او لاتحاد كرة اليد، يستاهلوا بصراحة. في اي بطولة بيدخلوها رافعين راس مصر، بطولات افريقيا بياخدوها بيوصلوا لي يلعبوا في افضل 8 على العالم، فريق يعني فرق وقاعده جماهيريه عريضه للمنتخب في كره اليد، لكن للاسف امكانيات وفلوس ما فيش بالمقارنه بكره القدم. ان شاء الله نتمنى ان هم يفوزوا على فرنسا ويلعبوا المباراه النهائيه ويكسبوا ان شاء الله، بالتوفيق لرجاله كره اليد المصريه. الحاجة بقى اللي ما كنتش حابب اتكلم عليها في التوقيت ده، وهي سوء الانتقالات او انتقالات اللاعبين في الفترة دي. الاهلي جايب مين؟ الزمالك جايب مين؟ المفاجأة اللي انا بتوقعها احتمالية ان رمضان صبحي يروح الزمالك. ليه؟ كل القطاع الاعلامي الزملكاوي شغال على الدفاع على رمضان صبحي، خصوصا بعد مهاجمة بعض الاعلاميين ليه وادائه في مع المنتخب الاولمبي في طوكيو، بدأ الناس كلها تدافع عنه والنغمه اتغيرت ما بعد ما كانوا بيهاجموه من ايام الوقوف على الكوره وكده، بدأت النغمه ان الامور تهدى وان رمضان ابن مصر ولازم نحافظ عليه وقيمه كرويه و الى اخره. الحاجه التانيه بقى اللي مخلياني ممكن اتوقع كده ان يبقى في صفقه سوبر ان هي تكون رمضان صبحي، ممكن ما يكونش رمضان صبحي، لكن انا بتكلم كده عشان يعني ان اللجنه المؤقته اللي ماسكه النادي بتحاول تداري على موضوع فرجاني ساسي، او ان راحت مننا صفقه سوبر اللي هي صفقه فرجاني ومشي وراح الدحيل، عايزين نجيب لعيب يكون بقيمه فرجاني او احسن منه، ان الجماهير ما تزعلش والنادي برضه يقف على رجليه. في كلام على عوده كريم بامبو لنادي الزمالك، ان كان في جلسه وان المستشار حسين لبيب راح هو وكابتن فاروق جعفر لنادي البنك الاهلي، اتوقع ان هو يكون كريم بامبو انه يرجع. ونروح للنادي الاهلي والكلام عن ميكسوني لاعب سيمبا التنزاني اللي وقع لمدة 4 سنوات مقابل 1,000,000 دولار او 900,000 دولار،
وانتقال احمد ياسر ريان لاعاره بنيه البيع لالتاي سبورت التركي. وبالنسبه لنادي الزمالك كان في كلام ان عبد الله جمعه بيماطل وعاوز يمشي، ويقال انه قاعد مع مسؤولين في بيراميدز. الفتره اللي جايه هي فتره الانتقالات، يا ترى الاستقرار هيكون فين اكتر، في الاهلي ولا في الزمالك؟ الفرقه المستقره اللي هتقدر تحافظ على قوامها الاساسي وتجيب حد تدعم بيه هي اللي هتقدر تكمل، وخصوصا النادي الاهلي عنده بطولة افريقيا اللي جاية، وانه يقدر يحافظ عليها ولا لا، وتكملة الدوري. ونادي الزمالك الدوري ده هو البطولة اللي هتفرح جماهيره، وهي السبب او السبيل للوصول لبطولة افريقيا، والاستعداد للموسم اللي جاي والمنافسة عليه من البداية. اتمنى الدوري يخلص على خير، والمسابقة الجديدة او الدوري الجديد تكون مواعيده منتظمة، بدل ما نقعد سنة وشوية نلعب في دوري وكل يوم مؤجلات وكده. نتمنى نشوف خطة او شركة تدير الكورة في مصر وتعمل لنا جدول زي جدول الدوريات الانجليزي او الاسباني او الالماني او الايطالي. دوري انت عارف هو بيبدأ امتى وبيخلص امتى، حتى مواعيد الماتشات انت عارف بتبدأ امتى. كده حلقتي تكون انتهت. لو عجبك الفيديو انزل اشترك في القناة، دوس لايك وفعل زر الجرس.